لمين مشتاق بهالرمضان؟ مشتاق لأبي الله يرحمه. الله يرحمه. ومشتاق لبيتنا بحرستا، ومشتاق أكثر شيء للزاوية اللي كان يقعد فيها أبي. 18 لأنه 9 سنين ما شفته فيها ومات، واليوم صاروا 13 سنة. مشتاق وبادي أبي بدء في رمضان اللي أمي الغالية وأبي العديد، وأشتاق للشهداء الذين قضوا نحبهم خدمة لبلدنا الحبيب سوريا، وأشتاق لمشايخ الذين علموني، وعلى رأسهم كان الشيخ أبو البراء رحمة الله عليه. والله مشتاق أول شيء لأبي وأمي أكيد اللي لي 10 سنين ما شفتهم. أمين يا رب. مشتاق لدرعا، لأصحابي، للشهداء اللي دفناهم. مشتاق لأصدقائي. مشتاق للمسجد العمري بدرعا. مشتاق لتراب بلادي، مشتاق لحب الزيتون ببلادي، كل شيء كل شيء كل شيء ببلادي مشتاق له. والله مشتاقين لأرضنا، أرض درعا، أرض حوران. مشتاقين لأهلنا اللي صار لنا سنين ما شفناهم. مشتاقين لأخوتنا، لربعنا. مشتاقين لمظاهرات درعا، نطلع نجددها من المسجد العمري من أول جديد. والله يقولوا لها بالديري حبابة، مشتاق لحبابتي هي بالدير، مشتاق أشوفها والله. يعني أكيد مشتاقين لأهلنا، يعني طبعاً يعني أمي في مكان، أخواتي في مكان، وجعنا رمضان وإحنا بعيدين عن بعض، فأكيد مشتاق للمة الهلال على رمضان هذا الشهر الفضيل. والله مشتاق للشام يا حبيب، للشام للشام. شو الشيء اللي مشتاق؟ كل شيء بالشام أحلى من هون. والله على من ناحية مشتاقين كثير لعنا، على من ناحية الأهل لبلادنا لحمص، نحن من حمص. يا أخي بدك تشتاق لتشتاق، يعني صرنا هون 10 سنين، 11 سنة ما أخذ مكبول وغربي معلم، تمام؟ تهجرنا بلادنا وللعتنا هون، صرنا 10 سنين، 11 سنة ما شايفين أهالينا. والله مشتاق لأمي وأهلي، مشتاق لأهلي ولخلقي بحلب. الله يجمعك فيهم يا الله، يسلمك والله يحفظك. والله للمة الأهل وللرفقة وللجيرة لبلدنا. والله مشتاق لبلدي القامشلي، مشتاق لأهلي، للمتنا قعدتنا يعني مع بعض على الإفطار، يعني أجواء رمضانية معروفة. يعني مشتاقين لأهلنا، للمة، للجمعة، الناس كلها تفرقت، كل واحد صار بديرة، كل واحد صار ببلد. والله ابني متوفي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. عاش معي 3 رمضانات، يعني حضر 3 رمضانات، ورمضان الرابع توفى الله يرحمه، يعني قبل رمضان توفي.